بطبيعة الحال يجب على الآباء والأمهات مراقبة النشاط الافتراضي للتلاميذ والأطفال بصفة عامة في مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر للتحديات الأمنية وأيضا التربوية التي تلاحق الأطفال، وبالتالي فإن هذه الشبكات الافتراضية أصبحت محط خطر حقيقي، الأمر الذي يفرض على الآباء ضرورة وأولوية مراقبة جميع الأنشطة التي يقوم بها الأطفال في هذه المنصات. خص الوالدين يراقبوهم قبل المصلحه ديال قبل المستقبل ديالهم وقبل الاخلاق ديالهم، وباش يكون عندهم واحد الافاق مزيانه ان شاء الله. على الاقل الا ما شافوش كيديروا، على الاقل خص ينصحوهم يوجهوا لهم نصائح اشنو هو الحاجه اللي خصهم يديروا والحاجه اللي ماشي يديروا قبل المصلحه ديالهم كما قلنا. ولا مدى الوالدين خصهم يراقبوا اي حاجه، لان هذاك الشيء كيجيب غير المشاكل، وفي نفس الوقت دابا هاد الناس طبعوا به، والدراري كلهم الشباب تبارك الله عليهم واعيين وكيفهموا في هذا الشيء هذا ديال الانترنت وهذا الشيء هذا، تيدخلوا شي مواقع وتيصدقوا في المشاكل بزاف، تيجيبوا المشاكل لوالديهم وكيجيبوا المشاكل راسهم. وانا من رايي انا هاد الوسائل التواصل الاجتماعي تيخصو يكون فيه يكون ايجابي ماشي سلبي. على الاقل خصهم يراقبوا ولدو فاش كيدير ولا شنو الى اخره. وبين شوفوا فهادشي كلشي فهم مولاي، فهمتي؟ كانوا الوالدين اللي كانوا كما تنقولوا دابا كلشي ولا مطلق، دابا كتلقى با ما الدري ما كيحتارش والديه وهادي، فهمتي؟ بكري ما كانش هادشي هذا. الانسان يراقب الابناء ديالو مواقع اللي تيدخل لها في الفيسبوك، ضروري من الكونترول تعرفوا شنو كيدير، شنو هو الميول ديالو، واش رياضه، واش حوايج اخرين، واش دين، واش حوايج اخرين، كيف كتراقبوا في الزنقه مع من كيمشي شنو كيدير الزنقه. راه الفيسبوك اخطر من الشارع، ضروري من المراقبه. التليفون راه دونجي على الكبير، فما بالك الصغير.